عزيز رياضي كبير عطى الكثير يعني للكره المغربيه وخارج المغرب يعني يا ربي و اليوم فغادي يتقدم هو الاول باش يسلم على الاخوان الفنانه واش نقولك اخويا بعد المرض ديالي اللي كان شويه صعيب فريق جمعيه قدماء شباب محمديه ورئيس فريق شباب محمديه اللي التفتوا ليا باش يديروا هذا التكريم هذا اللي كنشكرهم بزاف واي واحد جا مرحبا به لا من اللاعبين القدماء لا من المسيرين لا من رؤساء الفرق وكنتمنى هاد العرس هذا يدوز زوين ويكون فيه الفرجه ويكون فيه الناس يتفرجوا زعما في المقابله تكون دوز زوينه وكنشكر اي واحد وقف معايا في هاد التكريم هذا. السلام عليكم. انا في التكريم انا ديال خونا وحبيبنا حسن بروين اللي كيجمع العديد ديال اللعابه القدامى تبارك الله عليهم بالاسميات ديالهم الوازنه كذلك الفنانه كذلك الصحفيين. حنا يلاه سالينا الماتش نقول لك بان حسن بروين يستاهل اكثر واكثر. حنا دابا جينا وتعبنا وشدينا الطريق لاجل هذا اللعاب لانه وقت ما كانت شي حاجه. مرحبا والف مرحبا. شكرا. الى جانب الحقان ديال هذا المقابل اليوم الساده مصطفى فلفلات اليوم هذه المناسبه صراحه واحد القضيه انا ما عرفتش شنو صار معنا صراحه هذا كان هذا عمير لاعب شباب محمد سابقا. نحن كنديروا هذا الدوري ديال حسن بروين. حسن بروين اللي ما كيعرفوش انه حسن لاعب كبير اللي عطى الكثير للاولمبيك البيضاوي وعطى الشباب المحمديه. فجات هذه البادره ديال التكريم نشكر بها الناس ديال الاولمبيك والناس ديال قدماء شباب المحمديه كل واحد بواحد واشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب واشكر رئيس فريق شباب المحمديه اللي كانت البادره ديالو هو اللي عطانا باش نديروا هذا التكريم. فالحمد لله غادي يكون ناجح 100%. وكنقول لكم انتم الاخوان انتم ديما معنا وديما غتبقاو معنا الى الابد. فاشكركم من هذا المنبر واشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب لهذا اللاعب اللي عطى الكثير بانه مسكين راه مريض مسكين والله يشافيه. ونتمنوا لكم يا اخوان انتم ديما معنا والسبت الجاي ان شاء الله انتم غتكونوا معنا حاضرين والله يحفظكم والله يعاونكم. فرجة ممتعة للجميع انطلقت المباراة. حسن بروين سجل هدفين رائعين وكان الحكم متحيز بكثرة. النادي ديال 1970 بالمكسيك باش يتلقى تيكون الفضل لذاك السيد اللي جمعهم من هنا. حافظ عبد الرحمن مؤطر رياضي عضو في رابطة فرق أحياء لمدينة المحمدية. وهذه بادرة طيبة بكل صراحة للإخوان فكروا باش يتفكروا هذا الاسم لأن حسن بروين عطى شيء الكثير للشباب المحمدية وكان من أحسن اللاعبين اللي مروا في مدينة المحمدية خصوصا أنه ضاع في المشاركة ديال المونديال ديال 94 لأنه كان خصو يمشي للمونديال وللأسف والحظ ما سعفوش أنه يحترف أوروبا لأن كانت عنده إمكانيات كبيرة باش يحترف أوروبا. كان مشى للهلال السعودي وللأسف أن كنا كننتظروا أن حسن بروين كيف قلت يمشي لأوروبا ولكن للأسف أن الظروف ما سعفت فاتوش. وبصراحة أنه من أحسن الأجنحة اللي مروا بشباب محمدية. 26 كنتمنوا إن شاء الله حظ سعيد لي الله. هذه التفات حسنة كنظن بأن محمدية ولا جميع الفرق اللي عندها باع كبير في البطولة الوطنية ماشي جديدة على هذه التفات. كنظن بأنه هو حسن كيستحق منا باش نجيو نحضروا باش نواسيو في هذا
في هذه المحنه ديالو، ونطلبوا من الله باش ربي يشافيه وليداتو. حسن كانت ضربتني بعلاقه طيبه، هو كان ابن المحمديه ولعب في جمعيه الحليب، ودائما كنا كنلعبوا. كان حسن من خيره اللاعبين اللي نجبت هذه المدينه الجميله. ملي كتجبد المحمديه كتجبد لتيت سيري، فراس، سلاح، حدادي، عبد الله. ملي كتلحق لجينيراسيون اخرى كتجبد بوروين، كتجبد الناصيري، كتجبد لاعبين اللي عطاو بلعوا البلاء الحسن في هذه المدينه. كنتمنى من الله باش ربي يشوف منه في حاله في هذه الازمه الصحيه، ونتمنى من الله باش هاد الخطاو اللي جينا ربي يباركنا فيهم ويكونوا في الخير عليه بالشفاء، وربي قادر على كل شيء. نتمنى من الله باش هاد الالتفات اللي كدار من حيث المسير المغربي، ولا سيما في هاد الجينيراسيون ديال عيسى مناع وديال هاد المسيرين حاج بويدي وسعيد الناصيري وهاد لي جون هذا، يبداو يكرموا الناس في الصحه ديالهم، ما يكرموهمش تيمرضوا، باش اللاعب كيجيب الاهل ديالو وكيحتفلوا. الاحتفال ما كيكونش احتفال من بعد كيولي احزان، خص الاحتفال يطول ويطول في هاد البلاد السعيده اللي كيتراسها ملك شاب وكيبغي الخير لهاد البلاد. كنتمنى من الله باش في هذا الشهر العظيم كاع اللي مريض يتشافى، واللي اللي عنده شي ازمه ماليه تفك ليه، واللي عنده شي ابن ينجحوا الله ولا ابنه تنجحوا في هذه الامتحانات ديال اخر السنه ديال الباك وديال الماستر وديال الليسانس. نتمنى من الله التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.